بسم الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرتنا لهذا اليوم راح نتطرق لبعض الأوبريترز في R2 وR3 ونشوف عمل كل واحد فيهم، ونتعرف كذلك على الستاندرد ماتريكس لكل أوبريتر. الآن لو جينا على أول أوبريتر، لاحظ الآن عندي هي الـ XY، الفيكتور XY بعد الأوبريتر T، صورته بتصير عندي ناقص X Y. لاحظ الآن هذا الأوبريتر عمله ما يلي هو انعكاس حول محور Y، حول ال Y axis، انعكاس حول ال Y axis، وهاي هي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. نيجي الآن على الأوبريتر الثاني، هاي عند الفيكتور X اللي هو مكون من إحداثيات XY. لاحظ الآن بعد ما أثر الأوبريتر T على الفيكتور X، صورته صارت الإحداث الأول X فاصلة، الإحداث الثاني ماينس Y. لاحظ الآن هذا عمله ما يلي هو عبارة عن ريفليكشن، يعني انعكاس حول محور السينات، وهاي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. نيجي الآن إلى الأوبريتر الثالث، هاي عند الفيكتور X، هذا الفيكتور X. بعد ما طبقنا الأوبريتر انتقل إلى هذا الوضع. إذن زي ما أنت شايف هذا عبارة عن ريفليكشن about the line y equal x. إذن هذا عبارة عن انعكاس حول المحور y يساوي x، وهاي هي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. الآن خلينا نشوف الآن أوبريتر في R3. لاحظ الآن هي الإكس، هذا الفيكتور الأصلي، هذا الفيكتور الأصلي. بعد ما طبقنا عليه التي أوبريتر انتقل إلى هذا الفيكتور، هاي الفيكتور. إذن هذا الإكس هو الأصلي، هذا الفيكتور قبل ما يأثر عليه الأوبريتر. الآن هذا الفيكتور الدبليو هو نفس الفيكتور إكس بعد ما طبقنا عليه الأوبريتر. شوف الآن، لاحظ الإكس كان إحداثياته إكس واي زد، بعد ما طبقنا عليه الأوبريتر صار عندي الإحداث الأول إكس، الإحداث الثاني واي، والإحداث الثالث ماينس زد. الاختلاف البسيط وين صار الآن عندي؟ في الإحداث الثالث، هون كان زد وهون إيش؟ ناقص زد. لاحظ هذا عبارة عن اللي حصل ما هو إلا انعكاس reflection about the plane XY، وهاي هي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. هذا هاي الماتريكس هي اللي بتمثل هذا الأوبريتر. نشوف الآن الأوبريتر رقم 2، هاي عندي الفيكتور X، هذا الفيكتور X. طبقنا الأوبريتر انتقل إلى هذا الموقع. شوف الأحداث الإكس مثل ما هو، أحداث الزد مثل ما هو، اللي اختلف عندي أحداث الثاني اللي هو الواي صار ناقص واي. إذن اللي صار هو عبارة عن reflection about the plane XZ. إذن صار عندي reflection انعكاس حول حول البلين اكس زد او الاكس زد بلين. الاوبريتر الثالث، شوف الان هاي الاكس هو عبارة عن اكس واي زد، بعد ما طبقنا الاوبريتر صار عندي ناقص اكس واي زد. لاحظ الواي والزد ما اختلف عليهم اشي، هاي الواي هي نفسها، هاي الزد نفسها، اللي اختلف وين الاكس فقط. إذن هذا عبارة عن reflection
about the YZ plane. شوف الآن عندي الآن أوبريتر في R2 أي الفيكتور X. بعد ما طبقنا الأوبريتر صار عندي هذا الفيكتور صار W بهذا الشكل. لاحظ العمل ما هو إلا orthogonal projection على الX axis. يعني الآن عندي إسقاط عمودي، شايفين هذا إسقاط عمودي على الX axis. لاحظ الآن هاي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. الآن زي ما عندي إسقاط على محور السينات، كمان في عندي إسقاط على محور الصادات. لو كان عندي هذا الفيكتور إكس وأسقطناه على محور الصادات اللي هو الواي أكسس، لاحظ الآن الإكس صارت هون صفر، الإحداث الثاني واي ظل مثل ما هو. إذا هذا ما هو إلا orthogonal projection on the y axis. خلينا نشوف الآن orthogonal projection في ال R3. الآن عندي ثلاثة operators في R3. شوف الآن هاي في عندي هذا الفيكتور X، هذا الفيكتور X سوينا له اسقاط عمودي على الاكس واي بلين. اذا هذا في عندي اورثوغونال بروجكشن على الاكس واي بلين. لاحظ الان الاكس نفسها هي اكس 1 اكس، هذا الاحداث الثاني واي هي نفس واي، احداث الزد شو حل مكانه الان صفر. لاحظ الآن هاي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. الآن orthogonal projection على الـ XZ plane، هاي هذا الفيكتور الأصلي، هذا الفيكتور الأصلي X. الآن بعد تطبيق الأوبريتر صار عندي الفيكتور W. لاحظ الآن هذا إسقاط عمودي على الـ XZ plane، XZ plane إسقاط عمودي. لاحظ الآن الإكس اللي هون هي نفسها هون، هي الزد هي نفس الزد، الواي صارت إيش الآن هون صفر. إذا هذا الأورثوغونال بروجكشن على الإكس زد بلين، وهي الماتريكس، هاي الماتريكس اللي بتمثل هذا الأوبريتر. ونفس الإشي الآن في عندي أورثوغونال بروجكشن على الواي زد بلين بنفس الصورة، وهاي المصفوفة اللي بتمثل هذا الاوبريتر. الان في عندي اوبريتر مهم جدا في R2 اللي هو عبارة عن روتيشن ثرو ان انجل ثيتا. شايفين هذا الفيكتور الاصلي X، هذا الفيكتور الاصلي. الان عملنا له تدوير عكس محور، عكس عقارب الساعة. دورنا الفيكتور اكس عكس عقارب الساعة بزاوية مقدارها ثيتا، تحول الى الفيكتور دبليو. لاحظ الان الدبليو راح تكون احداثياتها، الاحداث الاول دبليو 1، احداث الثاني دبليو 1، واكيد 100% بده يعتمد الان على قيمة الاكس والواي. الـ W1 والـ W2 بدها تعتمد اعتماد كلي على قيمة الـ X، على قيمة الـ Y، وعلى قيمة الزاوية اللي دورنا من خلالها، بدها يعتمد على الثيتا. الآن هاي هي المصفوفة اللي بتمثل هذا الـ Operator. طيب. الآن خلينا ندرس الاوبريترز في R3 الناتجات عن تدوير فيكتور مثل X عكس عقارب الساعة على بعض المحاور في R3. خلينا نشوف الآن، نبدأ بالاوبريتر الأول. هذا الاوبريتر الأول
هاي الفيكتور اكس، هذا الفيكتور اكس، عملنا له تدوير عكس عقارب الساعة، عملنا له تدوير عكس عقارب الساعة على محور اكس الموجب. إذن الفيكتور اكس عملنا له تدوير عكس عقارب الساعة حول المحور اكس الموجب. الآن لاحظ ما يلي، لاحظ انه ال W1 هي نفسها ال X، ال W2 بدها تكون، وال W3 الثنتين هذول بدهم يعتمدوا على قيمة ال X، بدهم يعتمدوا على قيمة ال Y وال Z مع الزاوية اللي دورنا من خلالها، يعني الزاوية اللي دورنا ثيتا. إذا لما يكون التدوير حول محور X الموجب راح قيمة ال W1 ال W2 وال W3 راح تعتمد على قيمة ال Y وال Z، ال Y وال Z والزاوية ثيتا. وهاي هي الماتريكس اللي بتمثل هذا الأوبريتر. الآن خلينا نطلع على الأوبريتر الثاني. هذا الأوبريتر الثاني، هاي الإكس، هذا الإكس سوينا له تدوير عكس عقارب الساعة بزاوية ثيتا حول المحور واي الموجب، حول المحور واي الموجب. لاحظ الآن أنه قيمة الـ W1 والـ W2 راح تعتمد على الـ X والـ Z، راح تعتمد على الـ X والـ Z والزاوية ثيتا، وقيمة الـ W2 هي نفسها Y. وهاي الماتريكس إلا رايح تمثل هذا الأوبريتر. آخر إشي عندي التدوير عكس عقارب الساعة للفيكتور إكس بزاوية ثيتا حول المحور زد الموجب. وهي هي المصفوفة اللي بتمثل هذا الأوبريتر. هيك بتكون محاضرتنا لهذا اليوم انتهت. الله يعطيكم العافية.